عبر قناة نورسات الفضائية وتلفزيون تيلي لوميير. يتجدد معكم لقاؤنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. في لقائه الأسبوعي، البابا فرانسيس يجد في الحب الإلهي طريقاً لحب الوالدين. رؤساء الكنائس يدعون لاجتماع لتعيين لجنة عليا لشؤون الكنائس. المطران خريستوفوروس يلتقي شبيبات الكنيسة الأرثوذكسية في المملكة. بمشاركة جنسيات مختلفة، اتحاد الرهبانيات يلتئم في عمان. وفيها أيضاً الأردن يحتفي بأسبوع الوئام بين الأديان. أهلاً بكم. كعادته كل يوم أربعاء وخلال لقائه الأسبوعي بالحجاج في قاعة بولس السادس في الفاتيكان، أوضح قداسة البابا فرانسيس في حديثه لجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم أن الصورة التي يملكها الإنسان عن محبة الله الأبوية له هي مشروطة بمحبة والديه، لذا من الضروري تنقية هذه الصورة وتخطيها، مشيراً قداسته إلى الاختلاف الجذري بين محبة الله الآب لنا ومحبتنا البشرية. وأكد البابا فرانسيس أن الإيمان الأساسي للاختبار المسيحي هو معرفة أننا أبناء محبوبون من الله، وأن ما من شيء في هذه الحياة بإمكانه أن يغير أو يقلل من محبته الأبوية لنا. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمسنين وللمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس: تابع قداسة البابا اليوم تعاليمه حول صلاة الأبانا، متوقفا عند أبوة الله لنا ومدى فهمنا لها. أوضح البابا أن الصورة التي يملكها الإنسان عن محبة الله الأبوية له هي مشروطة بصورة محبة والديه غير الكاملة، لذا فمن الضروري تنقية هذه الصورة وتخطيها. فحب الله هو حب الآب الذي في السماوات، وكلمة الذي في السماوات لا تعبر عن بعد الله عنا، وإنما عن الاختلاف الجذري بين محبة الله الآب لنا ومحبتنا البشرية. فحب الله هو الحب الكامل وغير المشروط، والذي لا تلوثه الرغبة في امتلاك الآخر وفي التلاعب به. يقول النبي أشعيا: أتنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها؟ حتى لو نسيت النساء فأنا لا أنساك، ها أنا ذا على كفي نقشتك. لذا أكد البابا أن الاختبار الأساسي للإيمان المسيحي هو معرفة أننا أبناء محبوبون من الله، وأن ما من شيء في هذه الحياة بإمكانه أن يغير أو يقلل أو يخمد محبته الأبوية لنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Giordania, dalla Terra Santa e dal Medio Oriente. Al cuore inquieto dell'uomo trova la sua pace solo nell'amore fedele di Dio. Infatti solo l'amore di Dio Padre è in grado di colmare la nostra insaziabile
fame di amore. Signore benedica e vi protegga sempre dal maligno. أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الأردن ومن الأراضي المقدسة ومن الشرق الأوسط. إن قلب الإنسان الحائر لا يجد سلامه إلا في محبة الله المخلصة. في الحقيقة فقط محبة الله الآب هي القادرة على إرواء عطشنا الدائم للمحبة. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير. دعا مجلس بطاركة ورؤساء كنائس القدس لاجتماع لأعضائه للتباحث في موضوع تعيين لجنة رئاسية عليا لشؤون الكنائس. وتأتي الدعوة لهذا الاجتماع بعد التشاور بين رؤساء الكنائس ومطالبات من أبناء الطوائف المختلفة الذين رأوا في أسلوب التعيين تعداً واضحاً على دور الكنائس ومكانتها. وشدد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث رئيس مجلس رؤساء كنائس القدس والأردن على أهمية عمل اللجنة في دعم الكنائس لتعزيز الوجود المسيحي الأصيل في الأراضي المقدسة، وأن التعاون والشفافية والتشاور بين الكنائس والجهات الرسمية يجب أن يكون على أفضل حال للمساهمة في الحفاظ على الوجود المسيحي. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداساً احتفالياً في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في الصوفية بعمان، وذلك بمناسبة لقاء المحبة الذي جمع قداسته بشباب وشابات الرعاية الأرثوذكسية في المملكة. إلى المزيد في هذا التقرير. ضمن مبادراته الشبابية والرعوية التقى صاحب السيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان بشباب وشابات الرعاية الأرثوذكسية في المملكة بلقاء المحبة الأول في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس في الصويفية. بدأ اللقاء الذي حضره مجموعة كبيرة من الشبيبات بقداس احتفالي ترأسه سيادة المطران بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة، واحتفلت الكنيسة فيه بعيدها عيد دخول السيد إلى الهيكل. وفي عظة القداس تأمل سيادته بعيد دخول السيد المسيح للهيكل ومعانيه العميقة بلقاء العهد القديم بالعهد الجديد، ولقاء الإنسان القديم بالإنسان الجديد، ولقاء الشريعة والناموس بالنعمة. تلا القداس مائدة محبة في قاعة الكنيسة، بعدها ألقى سيادته كلمة أكد فيها على أهمية دور الشباب وعملهم في خدمة الكنيسة، وشجع فيها الشباب على الالتزام بشبيباتهم وكنائسهم. كما أكد سيادته على أن المطرانية بصدد التحضير لتأسيس نواة شبيبة في كل كنيسة وترتيب برنامج للقاءات الروحية الإسبوعية بالتعاون مع الآباء الكهنة. هاي الرؤية كتير مهم إنه نحن نأسس هلأ صح. يعني هون بيجي دوركم، دوركم أنتو زي ما حكيت لكم في بداية كلامي إنكم مهمين بالنسبة لنا، لأنه ما بقدر أتكلم عن نهضة في الكنيسة بدونكم، ولكن بدونكم اللي أنتم مع المسيح، اللي أنتم بداخل الكنيسة وحياة الكنيسة وأسرار الكنيسة، مع أبائكم الكهنة في داخل مجتمعاتكم المحلية. ما تتشوشوا ولا تخافوا من كل هذا اللي ينشر عن 666، ولكن خافوا من وضعنا القائم في بيوتنا وفي عقولنا واللي بيتعاملوا فيه أولادكم وأولادنا. شوفوا أولادنا كيف صاروا. أنا بشوف الأولاد اليوم في أزمة، أبنائي رح تشوفوا الصغار كيف بتعاملوا مع الموبايلات ومع الإنترنت ومع الفيسبوك ومع كل هاي الوسائل. طول يومهم قاعدين عليها، هاي كلها فيها إشعاعات على الدماغ. رح يوصلوا لمرحلة كتير خطرة، الجيل البعد بعدنا رح يكون بحالة كتير رهيبة، رح يكون الإنسان روبوت آلي
وهذا المخطط إنه يكون آلي. فعشان هيك كتير مهم إنه نحن ننتبه أولادنا، وعشان هيك مهم إنه هون دور الشبيبة كيف نقضي وقت نوعي مع بعضنا البعض. هذا كتير مهم. تنفتح جمعية في الأردن أو تنفتح شو من فتح في الأردن، نحن هذا ما بيعنينا. الجمعية في إلها، الجمعيات في الأردن في دولة في الأردن، وما شاء الله على دولتنا، دولتنا دولة مكنة، دولة قوية بمؤسساتها وبمراقبتها لكل شيء، ونحن نثق في دولتنا وفي مؤسسات الدولة. فأي جمعيات موجودة في الأردن كانت روسية أو أجنبية هي خاضعة لوزارة التنمية أو لوزارة الداخلية أو الخارجية، ونحن نثق في سياسة دولتنا الأردنية تحت قيادة صاحب الجلالة، وما في أي خوف علينا ككنيسة محلية. فبالتالي منرحب بأي جمعية تفتح في الأردن، ولكن ضمن حدود وضمن سياسة دولتنا. أي حد بيطلع عن سياسة دولتنا وعن خطوط دولتنا وعن خطوط كنيستنا رح يلاقينا مقابله. كما قام الحضور بطرح مجموعة من الأسئلة على صاحب السيادة، وقام سيادته بالإجابة عليها، واختتم اللقاء بالتقاط صورة جماعية لكل الشبيبات مع صاحب السيادة. أقامت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية احتفالاً بمناسبة أسبوع الوئام بين الأديان بعنوان الأردن أنموذج الوئام بين أتباع المذاهب والأديان. وقال وزير الأوقاف الدكتور عبد الناصر أبو البصل في كلمة الافتتاح إن الوئام هو الطريق للعيش المشترك والتفاعل الإيجابي الذي تحصل فيه الأمة على مقاصدها ومصالحها العليا بعيداً عن أمراض التعصب والتشرذم، مشيراً إلى أن مبادرة جلالة الملك عبد الله الثاني لأسبوع الوئام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي لتقدم الأردن كأنموذجاً حقيقياً للوئام. وأجمع المتحدثون في الاحتفال الذي حضره عدد كبير من المسؤولين ورجال دين مسلمين ومسيحيين وسفراء معتمدين في المملكة وجمع غفير من المدعوين على أن المسيحيين والمسلمين في الأردن يعيشون عائلة واحدة في وئام يعد انموذجاً يقتدى في العالم كله. عندما يلتقي المسيحيون أبناء هذا البلد مع إخوتهم المسلمين يجددون عهدهم على أن يبقوا معاً، أن يبقوا في مسيرة واحدة في هذه الثنائية التي تجسد لوحة عبقرية من الإيمان المشترك باحترام الإنسان واحترام كرامته وحريته. نحن في هذا اليوم نجدد أيضاً عهدنا لأنفسنا في قلوبنا على أن نبقى نزين هذه اللوحة الأردنية في الوئام الديني بين المسلمين والمسيحيين، أن نزينها بالمزيد من الإصرار على أن نحقق الخير في مجتمعنا. ونحن كمسيحيين سنبقى شهوداً للمسيح في هذه البقعة الطاهرة، بقعة المعمودية، وسنبقى أيضاً في وطني يوحنا المعمدان شهوداً مع الحق والخير وبناء السلام والوئام. تشتد الحاجة إلى أن نثبت ونؤكد ونعزز قيم الوئام في مجتمعنا. المجتمع لا يمكن أن يعيش إلا بالوئام، سواء كان مع المختلفين مذهباً أو ديناً أو لوناً أو عرقاً أو أي طريقة من الطرق التي يتم استخدامها اليوم لإيجاد فجوة بين المؤمنين وبين الناس في المجتمعات. وهذا مشاهد في ظل التصارع السياسي والتصارعات العالمية سواء كانت اقتصادية أو غير ذلك. المهم أن استخدام الاختلاف الديني والمذهبي والعرقي لإيجاد فجوة بين الناس هذا أمر يقوض الوئام الديني ويقوض العيش المشترك ويقوض التسامح. لذا لابد أن نعود إلى القيم الحضارية الإنسانية، وهي القيم الإسلامية الحقيقية التي قام عليها مجتمع المدينة، وهي التي حملها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام إلى العالم أجمع. لذا لابد من زيادة الجرعة في الوعي وفي التحصين ضد ما يهدم الوئام بين الناس. وهذه مسألة لدينا في الثوابت الإسلامية في مجتمع الدعوة، أننا نبث هذه القيم حتى نستطيع أن نوصل رسالة الإسلام وقيمه الحق إلى العالم أجمع.
الراهبة ملح الأرض ونور العالم كان عنوان اللقاء السنوي لاتحاد الرهبانيات الذي عقد مؤخراً في المركز اليسوعي بجبل الحسين بعمان، بحضور نخبة من الراهبات في الأردن وراهبات مقيمات في المملكة من جنسيات مختلفة، حيث أدار اللقاء عدد من المحاضرين الذين قدموا تجاربهم وخبراتهم في موضوعات روحية وعلمية مختلفة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. بمناسبة عيد تقدمة الرب للهيكل وفي أجواء ملؤها المحبة والسلام والفرح بنعمة التكرس، ضم المركز اليسوعي من اتحاد الرهبانيات ومن مختلف المراكز في المملكة 70 راهبة للمرة الثالثة على التوالي تحت عنوان الراهبة ملح الأرض ونور العالم، للتأمل في سر تقدمة الذات لله وتجديد النذور والاستعداد لاستقبال وعيش مسيرة الصوم المقدس بروح التجرد الكامل والسخاء والتضحية، رافعين الأيدي ومصلين للفادي الذي قدم ذاته ذبيحة حية عنا كي يصالحنا مع ذواتنا ومع القريب ومع الله الأب، ويمنح بلادنا نعمة السلام الدائم الذي نتوق إليه. وفي مستهل اللقاء الروحي رحبت الرئيسة العامة للاتحاد الأخت سيسيل حجازين بالأب الدكتور جهاد شويحات كلي الاحترام على حضوره وتلبية الدعوة لتقديم المحاضرة العميقة والتي حملت بين طياتها معان كثيرة حول معنى الملح والنور في حياة الراهبة وحياة المكرس والعمل الرسولي، وشعار اللقاء الراهبة هي الملح والنور حيثما وجدت، والذي هو بمثابة شهادة حياة للناس أجمعين، فعليها أن تذوب بين الجماعة وخدمة الآخرين من خلال رسالتها، فهي نور يشع لكل من ضل الطريق. أهلا وسهلا فيك. وقد تحدث الأب جهاد عن المفاهيم والأبعاد الروحية للحياة المكرسة وكيف تعيشه وتطبقه الراهبة في حياتها العملية، وكيف يشع روح التكريس والتجرد بالفرح وصنع السلام الحقيقي الذي يشع للآخرين، والذي هو سياج الراهبة وخارطة الطريق من خلال خدمة الرب والآخرين. معروف النور يبدد الظلام، النور يساعد على التمييز بين الطريق الصح والطريق الخطأ. جميعنا في حقل التربية والتعليم، وأنا متأكد يوميا يأتي إليك من يستشير في أمور حياتية غابت عنه، وتبقى الراهبة هي المرجعية الأولى في النصح، في الإرشاد، في مشاكل الحياة، في العمل، حياة زوجية، علاقة العائلات، علاقة الأبناء، غلبة البنات والصبايا اللي ضايعين بعرفوش لمين يتجهوا، لكن إذا بتجهوا إلى الراهبة، الراهبة لها نفس طبيعتي وهي معلمتي، هي مربيتي، هي التي بتفهمني واللي بثق فيها، وهي ملجئي وبروح عندها. كيف أستقبلها؟ ما هو استعدادي؟ ما هو صبري؟ ما هي محبتي؟ ما هو عطائي؟ هل هذا الاستعداد للجميع، للكل بلا استثناء؟ وفي ختام المحاضرة أكد على ضرورة التزام الراهبات أن يكون لديهن عيش محبة ومخافة الله في العمل الرسولي والسعي نحو عيش حياة القداسة كي تبقى ملح الأرض ونور العالم. ثم قدمت الأخت كلارا معشر من راهبات الوردية والأخت رانيا خوري من راهبات الدورتي شهادة حياة إلى جانب خبراتهن الروحية أمام الراهبات. وتوج اللقاء بالقداس الإلهي الذي أقامه قدس الأب رشيد مستريح المرشد العام للاتحاد،
والذي ركز في عظته على معنى التقدمة وأهمية حياة المكرس، وأن ندع الروح القدس يقود حياتنا ويعمل فينا من خلال الرسالة الملقاة على عاتقنا. الطاعة والسير على مثال يسوع بيظهر في حياة وكاريزما كل مؤسس ومؤسسة بحياتنا. هلأ اليوم إذا طرحنا السؤال، هل توجد لدينا الجرأة الكبيرة والعميقة أن نروح ونسأل كجماعة بالرهبنة الواحدة وكجماعات دائرية صغيرة وكأفراد عن الكاريزما اللي تخص كل مؤسس بحياة بجماعاتنا ومؤسساتنا الرهبانية؟ هذا سؤال علينا أنه أن نقف بخشوع أمام هذا السؤال لحتى نجاوب عنه. إذن مطلوب مننا اليوم ودائما كمكرسين، برجع بأكد على مستوى الجماعة المؤسسة كلها الرهبانية أو الجماعات الدائرية، أن تتساءل وين مسيرتي من كاريزما المؤسس. إذن أعود للطاعة، طاعة هي على مثال الرب يسوع اللي عمل بمشيئة الآب وتبنى مشيئة الآب. اليوم بحياتي الرهبانية علي أن أكون مقاد، ما نخجل من هالكلام، لنصف عنا اليوم علم الترينينج والليدرشيب وكل هاي الأمور هي القائمة. يعني في المؤسسات في العمل قد يجوز وفي طرق معينة، ولكن لا نخجل أن أقول عن نفسي يجب علي أن أقاد من مين؟ من الروح القدس. أنا أمتك الضعيفة، أنجازي أمام مذبحك المقدس والمتكلة على رحمتك وعلى نعمتك الإلهية فقط، والساعية إلى خدمتك وإلى مجدك الأعظم. أكرس نفسي لعزتك الإلهية وأمام الكنيسة جمعا، أنذر لك نذر العفة والفقر والطاعة، وأعدك ببذل جهودي لأوفق بين سلوكي وبين قوانين رهبانيتي. أرجو منك أن تبارك نذوري وتقبل تضحيتي وتمنحني النعمة كي أذهب بنذوري على أكمل وجه بشفاعة أمنا مريم العذراء. وبعد القداس الإلهي كان هناك لقاء مع الدكتور مروان العكشي أخصائي أمراض الدم والأورام السرطانية في محاضرة حول مستجدات المرض. وبعد اللقاء قدم الاتحاد هدية رمزية للدكتور العكشي تعبيرا عن شكرهم له لتلبية الدعوة.
تحيات جوقة كنيسة سين تشارلز بروميو القادمة من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أمسية ترانيما في كنيسة سينت كاترينا في بيت لحم بحضور عدد من الكهنة والراهبات والشمامسة وجمع غفير من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. أقيمت أمسية ترانيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم أحيتها جوقة كنيسة سانت تشارلز بورميديو من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الجوقة التي تأسست منتصف القرن الماضي تحيي أمسيات عالمية في أرجاء العالم من ذلك الوقت حتى يومنا هذا. وأكد المايسترو بأن حجهم للأراضي المقدسة وإقامة هذه الأمسية في هذه الكنيسة لها معنى خاص لكل فرد من أفراد الجوقة وبالأخص مدينة بيت لحم ومكانتها المقدسة بمدينة السلام. I'm James Drollinger and I'm the director of the St. Charles Borromeo Choir from North Hollywood, California. أنا جيمس جورلينغ قائد فرقة كنيسة سان تشارلز بورميو في كاليفورنيا. تأسست الفرقة منذ فترة طويلة وهي مؤلفة من أكثر من 50 عضوا وتقدم أمسياتها في الكثير من بلدان العالم. أنا سعيد جدا بوجودنا هنا في بيت لحم وبالأخص في كنيسة سانت كاترينا ولقاؤنا في هذا الحضور المتميز والجموع الطيبة. آملين أن نلقاهم دائما في أمسيات أخرى. امتلأت الكنيسة بالكهنة والراهبات والشمامسة والمؤمنين الذين أتوا من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الرسيتال الذي يعد الأضخم في هذه الكنيسة لجوقة قادمة من الولايات المتحدة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم. بحضور عدد كبير من المؤمنين احتفلت الرعية الكلدانية في الأردن بصلاة البعوثة بقداس احتفالي أقامته في كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين تلاع العلي. ترأسه قدس الأب زيد حبابة راعي الكنيسة الكلدانية في الأردن بمعاونة شمامسة الكنيسة ومشاركة جوقة الرعية الكلدانية. وفي عظة القداس الذي حضره المونسنيور ماورو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية في الأردن وعدد من الأخوات الراهبات، ركز الأب حبابة في موعظته على ضرورة أن يقف الإنسان هذه الأيام وقفة تأملية روحية يكتشف فيها الإنسان معنى التوبة ومعنى الغفران على ضوء علاقته بالله وبالقريب وبذاته. المجد يسيرنا
كنيسة سيدة البشارة في بيت جالة بتخريج الفوج 24 من طلبة الثانوية العامة بقداس إلهي ترأسه الأب حنا سالم كاهن الرعية وبمشاركة عدد من الأباء الكهنة وجمع كبير من أبناء الرعية. وخلال القداس رحب الأب حنا بالطلبة الخريجين وكافة الحاضرين معتبرا أن هذا الاحتفال تعبير حقيقي أننا أسرة واحدة نلتف حول بعضنا بعضا. وألقى الأب برنارد بوجي من كهنة المعهد الإكليريكي وعظة القداس مؤكداً على أن هذه المرحلة هي مرحلة هامة في حياة الطالب حثاً إياهم على المبادرة والتعاون ونشر المحبة في المجتمع وبين عائلاتهم. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في لقائه الأسبوعي البابا فرانسيس يجد في الحب الإلهي طريقاً لحب الوالدين. المطران خريستوفوروس يلتقي شبيبات الكنيسة الأرثوذكسية في المملكة. جوقة كنسية من كاليفورنيا تحيي أمسية ترانيم في بيت لحم. الكنيسة الكلدانية في الأردن تحتفل بيوم البعوثة. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.